لو الحكاية فيها إن فيديو. سنة 2021 على الأبواب والناس كلها مستنية تعرف السنة الجديدة هيكون فيها إيه، ويا ترى هيكون فيها تعويض عن سنة 2020 ولا إيه الحكاية. سنة 2020 طبعا كانت صعبة جدا، ويمكن قلنا ده قبل كده في توقعات السنة اللي فاتت، كنت قايلاه وكنت بقول إنها سنة مش هتكون سلسة لأن كان رقمها زحل. السنة دي هي رقمها رقم التغيير، وأنا شايفة أنها سنة فيها تغييرات كبيرة وفيها شكل جديد للعالم كله، فحتى كل الأبراج لازم هتتأثر بالتغيير ده. إن شاء الله يكون في تغيير إيجابي، أو بعض الأبراج ممكن يكون التغيير سلبي لكن هيكون في صالحهم، لأنه حتى لو في حاجة سلبية بتحصل هي في النهاية بتؤدي لأننا نتعلم من التجربة الصعبة ونخرج منها أقوى إن شاء الله. في الفيديو ده هنتكلم عن التوقعات الفلكية لمواليد برج السرطان وسنة 2021 بالنسبة لمواليد برج السرطان. هتكون إن شاء الله سنة تعوضهم خير عن كل اللي شافوه في السنة اللي فاتت. أنا السنة اللي فاتت للأسف كنت قايلة للسرطان، كانوا زعلانين مني قوي إن هم قايلة لهم إنها يعني الحظ مش كبير معاهم، وكنت عمالة أدي نصايح كتير ليهم، بس بقول لكم السنة دي خلاص إن شاء الله هيكون في انفراجة كبيرة بالنسبة لكم. أنا بشوف إن 2021 بالنسبة لمواليد السرطان هيكون فيها حالة استقرار وقوة أكتر. عندكم يعني الكواكب اللي كانت في مواجهة برجكم خلاص بتخرج من المواجهة، وتقدروا أنكم تستعيدوا سلامكم النفسي وتكونوا عندكم ثقة بنفسكم أكتر. في الشغل تقدروا تعملوا مكانة قوية ليكم. في الحب كمان ممكن تستعيدوا استقرار مشاعركم العاطفية. المهم بس في نصيحة لازم تحاولوا تلتزموا بيها في كل حاجة، انكم تكونوا مرنين شوية، تتحكموا في حساسيتكم حبة عشان تعرفوا تستفيدوا من اي نجاحات ممكن تحققوها. في الناحية العاطفية بالنسبة لمواليد السرطان خلال 2021 اشوف انكم ان شاء الله لو متجوزين هيكون عندكم تخلص من المشاكل الزوجية، وعندكم فرص هائلة خلال 2021 انكم تقربوا اكتر من شركاء الحياة. خلاص المشتري اللي كان في مواجهتكم وزحل اللي كان في مواجهتكم مشيوا، وتقدروا انكم تستفيدوا من الاجواء الايجابية وتصلحوا العلاقات مع شريك الحياة، وحيكون وقت مناسب جدا انه يكون في تجديد في الحياة الزوجية، وتقدروا انكم تعملوا جو افضل وجو جديد في البيت، ويكون في تفاؤل اكتر وروح تفاؤل اكتر بتجمعكم بشريك الحياة. بالنسبة للناس اللي مش متجوزين، انا اشوف انه من اول 7 يناير لغاية 5 مارس المريخ بيديكم فرص هائلة انكم تقووا علاقتكم، او يكون في فرص للارتباط، ممكن تقوى علاقة صداقة وتتحول لعلاقة حب. فده في الفترة الاولانية في السنة من اول 7 يناير لغاية 5 مارس، فاخرجوا وانطلقوا في الوقت ده، ممكن تظهر لكم فرص حب مناسبة وتتحول صداقة الحب. كمان في فترة هايلة بالنسبة لكم عاطفيا، وممكن تكون برضو مناسبة للارتباط من اول يوم 14 مايو لغاية يوم 20 يونيو. المشتري هيكون عندكم في منزل الحظ، وده بيديكم فرص كويسة انكم توطدوا علاقتكم، او يعني يكون في فرص انكم توطدوا علاقة عاطفية او تقيموا علاقة عاطفية. الناحية المهنية بقى بالنسبة لكم بشوف انه برضو في اول السنة المريخ يعني من اول السنة لغاية يوم 6 يناير موجود في وضع معاكس، فهما 6 ايام استحملوهم. طبعا انتوا استحملتوا 6 شهور خلال 2020، كان المريخ معاكس 6 شهور معاكم في الشغل، وطبعا حط عليكم ضغوط مهنية كبيرة، لكن خلاص ابتداء من اول 7 يناير لغاية 5 مارس المريخ بيدعمكم جدا وبيديكم فرص تحققوا نجاحات كبيرة
وتقدروا انكم تبدأوا مرحلة فيها بناء وفيها تقدروا تحطوا أسس تبنوا عليها بقوة، وتعرفوا كمان انكم توطدوا علاقتكم بالزملاء وبرؤساء العمل. كمان في فترة كويسة قوي بالنسبة لكم من أول يوم 14 مايو لغاية يوم 20 يونيو. الفترة دي هيكون المشتري في منزل الحظ، ده بيديكم فرص كبيرة تحققوا تطور في مجالكم المهني وتعرفوا تلتقطوا الفرص. وكمان في الخريف في فترات كويسة من أول 13 لغاية 29 أكتوبر، ده في شهر أكتوبر من 13 ل 29 أكتوبر، وكمان من أول في شهر ديسمبر بقى من أول يوم 1 لغاية 12 ديسمبر. دي كلها فترات هيكون عندكم عقلكم في يقظة أكتر، تعرفوا يبقى عندكم أفكار، وتكونوا عندكم روح ملهمة، والشغل بتاعكم يبقى بيمشي بسلاسة في الأوقات دي، وممكن كمان تعرفوا تحصلوا على مكافآت بسهولة لكل عمل بتعملوه. بالنسبة بقى للفلوس، بشوف انه مواليد السرطان خلال 2021 عندكم فرص كويسة قوي انكم تزودوا مدخراتكم وتديروا الامور المالية بنجاح. عندكم فرص كمان للبيع وللشراء حلوة، لو عندكم حاجة عايزين تعرضوها للبيع او تاخدوا قرارات في شراء حاجة مهمة، عندكم فرص تعملوا زيادة للاملاك او للمدخرات. المهم بس انكم تنتبهوا لحقوقكم، ويعني في كل الأوقات لازم تكونوا منتبهين لحقوقكم، وتحاولوا كمان تهتموا بالناحية القانونية انكم تكونوا ملتزمين في النواحي القانونية. بالنسبة بقى للصحة، اشوف انه صحيا السنة الجديدة يعني انتوا خارجين من السنة بتاعت 2020 وانتوا منهكين شوية، المريخ بقاله 6 شهور في وضع معاكس، وده كان حاطط عليكم ضغوط كبيره، ومش بس المريخ اللي في وضع معاكس، كمان كواكب 3 كواكب في مواجهتكم. فعشان كده كنت بقول انها سنه 2020 كانت سنه صعبه، لكن محتاجين وانتم داخلين 2021 انكم تسترخوا علشان تعرفوا تستعيدوا طاقتكم. حاولوا تلموا شتات نفسكم، وحاولوا انكم تنظموا وقتكم وما تضيعوش طاقتكم، خدوا وقتكم في الراحة علشان تعرفوا تستعيدوا تاني قوتكم من جديد. لكن عموما الفلك هيديكم قوة، الكواكب هتكون بتعمل اغلب الوقت لصالحكم ان شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين.